أنا اسمي محمد خالد، سني 16 سنة وساكن في البراجي. صحابي جم قالوا لي في مسابقة، رحنا. قال لي تعالى، رحنا مسابقة الأمير، أكلته وشربته وحميته، وقالوا لنا وصبحنا الصبح أكلناه وشربناه وحميناه، قالوا لنا يلا نروح السباق. رحنا السباق كسبنا، هو بيجري ركبناه، جري تلاقيهم حوالين منه، طلع يجري قبل الماراثون. ضربني أنا برضه على الراجل، جاي له جاي حاطط له الحديد برضه يطبقه عشان برضه ما يهربش. والله أنا اتولدت لقيته عندي. واحنا صغيرين برضه وانا نركبه يعني معلمناه ركوب وطلعناه وحضرته وبعدين بقى قوي. بقينا نجري ايه؟ يقول لي تعالى نجري، اقول له ماشي.